يا مساء الفل والسعادة لكل اللي بيسمعني حالا بالا على هواء الراديو 99 قد المقام وحلقة الخميس. كل أربع خميس بكون دايما معاكم بسنت بكر من 9 ل11 بالليل. أنا حلقة الخميس دي أنا شخصيا بحبها جدا لأن بحس إنه كلنا يوم الخميس كده بالنوستالجيا يعني بالحنين، يقولك بقى الخروجات يوم الخميس، مش عارفة نعمل إيه يوم الخميس، المهم عشان صباح الجمعة فهننام براحتنا. فقلت النهاردة في قد المقام طب ما تيجي نتكلم في مقام الحنين، بما أننا في قد المقام بنسمع أغاني قديمة حبتين أو كافرز لمطربين بيغنوا أغاني قديمة برضو حبتين، ما تيجي نتكلم في الحنين لأنه الحنين دايما لأيام زمان ساعات كتيرة يديك طاقة، لكن ساعات الطاقة دي ما بتبقاش إيجابية. يعني تفتكر مثلا لمة العيلة زمان، تفتكر وانت صغير فيبقى مش موجود اللمة دي، مش موجود الشارع اللي انت كنت عايش فيه او البيت اللي انت كنت عايش فيه فتبدأ تزعل. فأتاري ان بنكتشف مع الحنين ده يا جماعة ان احنا الواحد لما بيفتكر الذكريات الحلوة بيتوجع اكتر من الذكريات الوحشة. والله زي ما بقولك كده، انا هتكلم النهاردة عن مقام الحنين وازاي الاغنيات والافلام والمسرحيات كمان تناولته، واحنا كمان دايما طول الوقت عندنا حنين لكل حاجة زمان. العودة أو الحنين زي ما بيقول أو النوستالجيا ليها أشكال وأوجه متعددة، تلاقي منها لحظة نفسك ترجع لها عشان تغيرها مثلا أو عشان تعيشها تاني، ولحظة نفسك تعيدها وتعيشها تاني هي يعني. لكن عايز أقول لك من بداية الحلقة كده النهاردة إنه اللحظة بتاعت دلوقتي حالا أهو أنا بكلمك قد تكون لحظات الحنين اللي بعد 10 سنين تقول يا كنت قاعد بسمع بسنت بكر من 10 سنين. وقد المقام واحنا النهاردة بنتكلم في مقام الحنين النوستالجيا، كل عنده بقى حكاية في النوستالجيا وفي الحنين، غنوة ولا حكاية ولا موقف ولا حاجة عايز يحكي لنا يبعت لنا على 99 ويكلمنا على 2-18-10-8-66. أنا معي أستاذ ماهر منير على التليفون. ألو مساء النور يا أستاذ ماهر، زي حضرتك؟ بخليك الحمد لله. أهلا أهلا أهلا، ربنا يوفقك بنجاح لنجاح. ميرسي على أفكارك الحلوة دي، عشان كنت بتفكر حاجات كتير النهاردة. أيوة جالي شوق كده إن أنا يعني أزور شقة والدتي مقفولة ليا سنين يعني. أيوة بيجي لي حنين كده أروح أقعد مع نفسي شوية في شقة ماما. بطلع والله يا أستاذ بسام المريالة بتاعت 6 أول ابتدائي. الله لسه موجودة. الله مريالة والبنطلون. أيوه. والشنطة والجرافيت اللي هو بلاستيك أبيض الجرافيت الأحمر. أيوه الصورة بتاعت الشرطة العسكرية اللي كنا بننظم التوقيت في المدرسة. الله الصبح طب ما الذكريات دي جميلة أوي يا أستاذ ماهر، تديك طاقة. ده الواحد يشحن. انا احب يعني افتكر هالاشياء الجميله مثل الحنين يعني. ايوه وكنت افتكر برضو والدتي والله يعني كانت تنزل معايا توديني المدرسه. ايوه وهي ترجع تاني البيت. وكانت تيجي الساعه 12 وربع الظهر تيجي تاخدني انا واخويا. ايوه كان اخويا الثانيه وانا السته. انت اكيد حاسس بسعاده وانت بتحكي لي الذكريات الحنين الحلوه دي صح؟ طبعا احنا الواحد عايش على الحاجات الحلوه دي اصلا. والله عايش عليها يا استاذ بسنت حتى الان. حتى يعني عايز اقول لك الدنيا اتغيرت معايا للافضل وللاحسن. بس ما زلت باكل في الطبق اللي كنت باكل فيه انا وامي مع بعضينا. يا سلام عليكم على جمالك. والله يا استاذ بسنت حتى الان هذه الأطباق موجودة، مش عايز أقول لك كان سعرها يعني ما شاء الله ببلاش. أيوه صحيح، ده اللي هو الأطباق الصاج البيضة. لا البلاستيك. البلاستيك طيب. وعندي الأطباق الصاج دي بقى اللي محتوم فيها ما بحبش أستعملها كتير عشان ما أطلعش يعني. أيوه طبعا كده. بس لازم المحشي الكرنب فيها بقى. حضرتك نورتني جدا.
91 9 رقم الاسم اس 2 18 10 8 66 هو رقم التليفون ومقام الحنين. الرسائل النهارده يعني الحقيقه كميه كبيره جدا. دسوقي بيقول الحلقه والفكره ممتازه لكن ما اتفقناش على كده. لا احنا ما اتفقش مع حد، انا احب افاجئ الناس. فبيقول انا اصلا قاعد يا استاذه مع بعض الاطباق والاكواب وسلطانيه الطرشي بتاعت امي والغزاله اللي متعلقه على الحيطه. انا طلعت لقيت الحاجات دي حواليا ودولاب الملابس اللي قبل ما تولد ماشي عمري ما نسيت. طبعا ربنا يرحم الجميع، اللهم امين. وخطر لي سؤال ده فجأة لو مناسب. ده هو بيقول برضو الاستاذ دسوقي، تفتكر تحب او تقدر تعيش في شقة زمان وعفش زمان ونفس الحيطان والشبابيك وتفتكر نفسك وانت شبر ونص ومش بالطول الحنفية؟ انا احب جدا حضرتك، بس هم خدوا شقة ابويا عشان كانت ايجار قديم. لكن الحقيقة كنت احب اعيش فيها جدا بنفس تفاصيلها اللي ما اتغيرتش. وكل التفاصيل، انا كمان من الناس اللي بتحتفظ بكل الحاجات، يعني عندي راديو جدي الثالث مثلا، اللي هو جلد جدي الرابع اللي هو جدي الثالث ورثه منه، عندي البومات الصور، انا المخزن بتاع العيله. فطبعا احب اعيش في شقه زمان وعفش زمان وناس زمان وقول الزمان يرجع يا زمان. خبر جميل قوي عن مساجد آل البيت، ودي ندوه للتنسيق الحضاري في قبه الغوري. الناس اللي تحب تروح بقى تحضر في قبة الغوري والبيوت التابعة لوزارة الآثار عندنا في إطار طبعا حرص وزارة الثقافة على تعزيز الثوابت الدينية. قطاع صندوق التنمية الثقافية هيقيم مجموعة من الندوات الفكرية للاحتفال بالسادة آل بيت النبوة بعنوان مساجد آل البيت، وده هيبدأ من النهاردة في قاعة الخنقاء بقبة الغوري. وطبعا هيبقى موجود في مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، عشان اللي ما يعرفوش أولى سلسلة هذه الندوات ندوة مسجد السيدة فاطمة النبوية أم اليتامى. وهناك هيستضيفوا الكاتبة والباحثة ندى زين الدين، هتتكلم عن مسارات السادة آل البيت في مصر منذ وصولهم وحتى وفاتهم. ويمكن كلنا تابعنا التطويرات اللي قامت بها الدولة في مساجد آل البيت، بداية طبعا من مسجد السيدة نفيسة ومسجد سيدنا الحسين وأخيرا مسجد السيدة زينب. اللي بيروح قصر الغوري هيستمتع بندوات عن هذه المسارات، وده الحقيقة خبر قد المقام وقدود. طيب اسمحوا لي في اللينك ده بقى، بما اننا فاتحين موضوع الحنين ومقام الحنين، طبعا احنا فتحنا فتوح على الناس كلها، الناس كلها حن الايام زي حن يا ماضي على راي رؤي. دانا الجندي، مساء الفل يا دانا، وإيمي شرباجي ويومنا فاروق بتقول على قد ما حبينا اللي شغلتيها يا استاذه اول غنوه كلمات عبد الرحيم منصور ولحن بليك حمدي مظبوط. بتقول ليه بنحن لكل شيء قديم؟ مش يمكن ده مخلينا مش عارفين نستمتع بالحاضر دايما؟ مش عارفة يعني، سؤال ممكن أي حد يجاوب غيري. بتقول يا سلام على مقدمتكم الجميلة وإدارة الحلقة بشكل رائع، ربنا يخليكي. عايز تسمع موال الحنين لمحي؟ حاضر. نهى الزبير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بتقول طبعا الحنين بما فيه من كل حاجة للأماكن والأشياء والأشخاص. طبعا أغنية يا طيب القلب لعبد المجيد عبد الله دي رغدة كارم، عايز تسمعها؟ ساسة حكيم على فكرة، مش اسمها استئجار كتب، اسمها استعارة. وفعلا كنا لازم، لا أنا كنت بأجر يا ساسة، مش استعارة من المكتبة. أنا كنت عندنا في المنصورة، عندنا المكتبة المنصورة عند المحافظة كده، روح استعير بكرنيه وكل حاجة وأنا صغيرة واخد الكتاب أقرأ وارجعه. لكن أنا بقول استئجار الكتب، أنا كنت بأجر الكتب والمجلات من عم مصطفى بتاع الجرايد. أنا أعني هذه الكلمة حقيقة، بس يمكن أنت مش من جيلي يعني. وبتقول فعلا كنا لازم نحافظ عليها جدا، وكنا بنوقع قبل حتى ما نعمل بطاقة شخصية. أيوة مظبوط، ده في المكتبات. لكن أنا بتكلم زمان في الثمانينات، معرفش أنت بقى، والتسعينات كنا بنأجر من المجلات زي ما قلتلك، والكتب من عم مصطفى بتاع الجرايد. إيمي شرباجي بسلم عليكي، مايكل بسلم عليك. سعاد نصر عايزة تسمع شنطة سفر، حاضر حبيبتي نسمعك أنغام طبعا. طيب